انحل هذا العمل ولا يكون له وجود. يا ده تحذير واضح، أي عمل ضد مشيئة ربنا مهما كان عظمته، مهما كانت جبروته، مهما كان جبروته، مش هيكون ليه وجود. عشان كده في ليلة. ليه بقى؟ لأنهم اتكلوا على مين؟ على آلهتهم. إزاي؟ أهو إلى البيت. البيت دوت عبارة عن بيت بنوه لإلههم كموش. إلى البيت وديبون يصعدون، إلى المرتفعات للبكاء. للبكاء هنا معناها إن هم رايحين يروحوا عند آلهتهم ويعيطوا قدامهم ويقولوا ليه يا آلهتنا، ليه يا آلهتنا خزيتينا؟ ليه الهلاك ده حل علينا في ليلة؟ مش انتوا الآلهة بتوعنا؟ مش انتوا اللي احنا في حماكو؟ عرفونا تطلعوا انتم ايه؟ فاكرين القصة دي حصلت امتى؟ حصلت فين في العهد القديم؟ حصلت مع ايليا والبعل، بتوع البعل جمعهم ايليا وقال لهم تقولوا كده تعالوا بينا كده نتحاجج بقى مع بعض. لو كان البعل دوت الهكم هيستجيب ليكم قدامي انا هذبحكم. اما اذا كان الاله اللي انا اذى ان اعبده هو يسمع لي، يبقى انا تابع الهي وانتوا لازم تتبعوه. فجمع ايليا كل الهه البعل، وزي ما انتم عارفين القصه بقى، لدرجه انه مسكوا سكاكين كانوا بيقطعوا اجسادهم لعل وعسى يحن عليهم البعل، لكن دول غلابه ومساكين، دول بيتكلوا على الهه غريبه. يقول لك يصغي يصغي ولا مجيب للالهه، الالهه لم تحميهم ولم تنقذهم. طب واحد يقول طب وايه اللي احنا نستفاده من اللي انت بتقوله ده؟ احنا نستفاد كتير. ما فيش حد فينا كده من غير ما يحس ويشعر ان عنده اله جواه بيعتمد عليه. طب لو مسكنا اله زي الذات ديت، بلاش كده الكبرياء. في ناس كتير جدا تجميع المال بالنسبه لهم يقول لك ده انا بامن نفسي وبامن اولادي، ما ده يعتبر اله بيعتمد عليه. ده في ناس كمان يقول لك انا اولادي وبس، دول الظهري. ما يعرفش المسكين ده ان في يوم من الايام ممكن لا المال هينفع ولا الاولاد هينفعوا. احسن حاجه ان احنا نلتجئ للمسيح هو الهنا الحقيقي. فهم غلطوا الغلطه دي، طلعوا لالهاتهم فوق علشان يقول يبكوا، لكن مفيش مين اللي هيسمع، مين اللي هيسمع؟ عشان كده اشعياء لما بيسرد ليهم خطاياهم ويسرد ليهم تعديهم وبعدهم عن ربنا، دي رحمه في حد ذاتها. لدرجة انه بيوصل ان مؤاب تولول على مؤاب، ان مؤاب تولول على مؤاب. كمان خلي بالكم في آية حلوة، في حاجة هنا يقول لك تولول مؤاب على نبو وعلى مد. نبو، الله ده في نبو هنا. حد فاكر نبو ده؟ ده جبل، ده جبل نبو ده على فكرة حصلت فيه حاجة حلوة قوي أفكر حضراتكم بيها. لما طلع موسى على جبل نبو وهو فرحان علشان يتفرج على أرض الموعد اللي تفيض لبنا وعسلا، صحيح هو مش هيدخل بسبب إن هو عمل حاجة ضد ربنا وضد وما طاحش ربنا، لكن ده ما منعهوش إنه يطلع على هذا الجبل ويقول له روح يا موسى شوف ميراث شعبك، شوف المكان اللي فيه اللبن والعسل اللي هيعيشوا فيه حياة المسرة والفرح والعشرة مع ربنا. ففي المكان اللي طلع موسى يهتف ويشارك شعبه بالفرح، النهاردة في سفر أشعياء أصح 15 اتغير الحال. اتغير الحال مع مين؟ مع شعب مؤاب. فتحول الجبل من مكان جبل تسبيح وفرح إلى إيه؟ إلى حزن، إلى بكاء، إلى صراخ، إلى عويل. يا شوفوا قد إيه الإنسان بإيده يقدر يحول الحياة الفردوسية اللي فيه إلى حياة نكد. شوفوا قد إيه الإنسان لما يكون ربنا مملكه السلام والفرح، ولا الفرح اللي بيدوم، فرح يدوم فيكم، يقدر يحوله بسبب الخطية إلى حزن. فالسؤال ليا النهارده، ايه حمايتي؟ ايه اللي انا بعتمد عليه؟ يا بختك لو كان الله معتمدك، يا بختك لو كان المسيح سندك.
يا بختك يا سعادتك. فطبعا هقدر اقول يا ويلك يا انسان لو حطيت قدام عينيك ان في حاجه تاني ممكن تعتمد عليها في يوم من الايام. مين اعتمد على اله ونجح؟ مين اعتمد على مال ونجح؟ اهو زكى، شوف طلع ناصح ان هو لما سمع كلام ربنا راح متنازل عن كل شيء. بالعكس في المقابل في سفر اعمال الرسل جال مسكين حنانيا ومراته سفيرة وخبوا المال علشان يعيشوا بالمال وفي نفس الوقت يعيشوا مع التلاميذ، كانت النتيجة حياتهم الموت. عشان كده احنا بنفرق حبايبي بين بكاء الإنسان المؤمن وبكاء الإنسان الشرير. يا لمين كده الإنسان المؤمن يحس إنه عمل حاجة غلط ويجي قدام ربنا يقول يا رب انا في عرضك، انت انا هبكي قدامك لانك انت ما تستحقش غير ان انا اكون عبد ليك، لكن انا اللي حفرت لنفسي ابار مشققه لا تضبط ماء. يجي الانسان يبكي، طب يرد عليها ربنا يقول له ايه؟ يقول له اللي قال في سفر النشيد: حولي عيني عيناك لانهما قد غلبتاني. شوفوا دموع المؤمن احبائي بتعمل ايه؟ ممكن دموع المؤمن بتخلي ربنا يتغلب. هتيجي تقول لي وانا هعبد اله مغلوب؟ اه الهك ده بيتغلب من بكائك وبيتغلب من حزنك، بيتغلب من قلبك اللي انكسر قدامه يقول اخطيت يا رب على الوقت المستقيم. لكن يجي الانسان الشرير في وقت شره مهما بكى لا يمكن باي حال من الاحوال تنفع له دموعه. فاكرين مين اللي قال عنه الكتاب انه بكى؟ بكى وطلب طلب ان البكوريه بدموع، ما استجابش ليها. ليه؟ لان في قلبه لم يكن مكان للتوبه. مين بقى؟ اكيد عارفينه، عيسو. عيسو طلب بدموع، لكن في نقطه الدموع بتاعته كان في حاله شر. مهما بكيت خلاص قد اغلق الباب، قد اغلق الباب. عشان كده نيجي نقول هنا، يقول لك هنا ولك في عدد ثلاثة: في أزقتها يأتذرون بمسح. أزقتها يعني في كل ركن في الشارع، على سطوحها وفي ساحاتها يولول كل واحد منها سيالا بالبكاء. وتصرخ حشبون والعالة. بقول لحضراتكم الأسماء دي أسماء موجودة في مؤاب، ونفسها ترتعد فيها. طب والحل إيه يا عم؟ هتقف يا اشعياء النبي ساكت بالنسبه للشعب ده؟ لا، تشوفوا بقى، شوفوا الانسان الخادم، شوفوا الانسان المسيحي، شوفوا الكنيسه الخادمه. معلش انا بحط الحاجات ديت علشان بوريكم رساله الانسان المؤمن مش هيقف كده مكتوف الايدي. شوف من كتر الالم او كتر الوجع اللي شايفه على مؤاب، اول حاجه حلوه في اشعياء النبي في ايه 5: يصرخ قلبي من أجل مؤاب. الله، شوفوا عشان نعرف العنوان، نرجع للعنوان: لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا إيه؟ إذا عثر. عنوان موضوعنا النهاردة أو عمل أشعي. يصرخ قلبي من أجل مؤاب. طب لو حبينا نسأله، طب أنت ليه بيصرخ قلبك؟ ليه؟ قال لك أصل أنت ما تعرفش النهاية بتاعت الأشرار. نهاية الأشرار عارف يعني معناها في النار، في النار والكبريت، يعني نار مشتعلة ودود لا يموت. هلاك الأشرار صعب. كل إنسان مؤمن مسيحي قلبه على حسب قلب المسيح يبص لكل إنسان شرير يبكي عليه يقول آه يا رب لو كان ده يتوب، آه يا رب لو كان يجي يرجع ليك، افتح قلبه يا رب. يا ما في صدقوني صلوات كتير جدا من أجل الناس المخلصين جابت ناس أشرار. ربنا دلوقتي بيحصد ليه والملكوت وناس كتير جدا في الحظيرة الأخرى. بسبب إيه؟ بسبب غيرة أولاده. لما نسمع عن واحد كان في الحظيرة الأخرى وعايش في الظلام يقول لك لا ده أنا عرفت المسيح وفتحت الإنجيل، ده الإله دوت، ده أنا ضيعت عمري في الظلام، ده أنا شفت النور الحقيقي. يقعد يتندم على كل دقيقة ضاعت منه. لكن طبعاً القلب المؤمن بيفرح للناس اللي زي كده اللي بيجوا، بعكس ناس كتير جدا. علشان كده احنا لازم نفتش نفسنا، احنا نفرح للمضطهدين لينا
نفرح لداعش مثلا لو رجعوا لربنا؟ طب بلاش كده، نصلي من اجل مضطهديننا فعلا. يعني المسيح يسوع الهي كان عنده حق لما يقول احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، واحسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. تخيلوا ان اشعياء ابن العهد القديم بروح النبوه قدر يسلك في العهد الجديد. يستحق هذا النبي ان احنا نقول عليه النبي الانجيلي حقا يا اشعياء. مفيش فرق بينك وبين يوحنا، مفيش فرق بينك وبين باقي الانجيليين، لان قلبه بيصرخ. بتصرخ ايه تاني؟ من اجل مؤاب كمان، الهاربين منها الى صوعر صغر. يقول لك الهاربين منها الى صغر كعجلة ثلاثية. تخيلوا، شوفوا المشهد، عجلة ثلاثية يعني عجلة عمرها 3 سنوات، توصل تلاقيها بتهرب هربانة. ليه؟ خايفة وهربانة. أنا شايف مؤاب زي عجلة ثلاثية عمالة تهرب، ده إلى صغر. فاكرين صغر؟ أو تاني مرة جاب حاجة تخص لوط، جاب حاجة تخص لوط. مؤاب زي ما قلت لكم دولت أولاد لوط من بناته، وصغر ديت فاكرينها ان لما الملكين هربوا لوط والبنتين بتوعه، قال له انا مش ههرب للجبل، وديني البلد دي خليه ربنا يحميني فيها، اللي هي صغر. صغر يعني صغيره. لكن بالرغم من ده كله برضه اللي نجا فيها لوط، هنا هنلاقي اهله، اهل مؤاب هربوا ليها. هربوا ليها ليه؟ لان في بكاء وفي صراخ وفي حرمان. كل ده بسبب ايه بقى؟ بسبب ان الناس دول بعدوا عن ربنا، ان الناس دول عبدوا كموش، رغم ان هم اصلهم لوط، ان المفروض يقتلوا يرجعوا لاصلهم، لكن مع الوقت ان هم حبوا ان هم يسلكوا بحسب هواهم وبحسب قلبهم، فكانت النتيجه زي ما حضراتكم انتم شايفين دلوقتي. يعني معنى كده، قبل ما اخرج من نقطه مهمه، انا النهارده اشعياء النبي هيعلمني اني انا اصلي من اجل اعدائي، من اجل رجوع كل الناس، لان ده مسؤوليتك. مسؤوليتك انك انت شفيع، ربنا حطك مصلي يعني تشفع من اجل كل الناس ديت. يعني احكي لكم قصه حكاها اب كاهن. بيقول كان في الراجل الكاهن كان عنده شاب يعني من اولاده اللي في الاعتراف، كان في شغله في ليه مدير، ومدير طبعا غير مسيحي ومطلع عينيه يعني. فكل مره كل مره يروح للاب الكاهن يقول للراجل ده تعبني، مش قادر اعيش في الشغل ولا قادر اخد حقي، صلي لي يا ابونا اعمل معروف يتصرف فيه. فطبعا صلى له، فكانت النتيجه ان لما راح الشغل في مره لقى الراجل، قال لك الراجل ده نقلوه ودوه المستشفى. طبعا في الاول فرح، فرجع الكاهن قال له زود صلواتك يا ابويا، زود صلواتك. ايه يا ابني اللي حصل؟ قال الحمد لله ربنا انتقم، الراجل دوت خدوه وودوه المستشفى وهو في حاله خطره. قال له يا ابني دي الروح المسيحيه، دي الروح المسيحيه، ان احنا نشمت، احنا بنصلي ان ربنا يتدخل بحكمته، لكن يا ابني ما قالناش ان احنا نشمت ابدا. اللي بيشمت الشماته دي من الشيطان يا ولدي. عشان كده احنا بنقول لما بنسقط في الخطيه اللي بيشمت فينا هو الوحيد الشيطان. لا، عشان كده بنقول لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقول. لا يا ابني، ده انت تروح كمان تعمل حاجه وتثبت للرجل ده انت مسيحي بحق، تاخد بسرعه هديه وتروح تزور الرجل ده. بعد الحاش دي سمع الاب الكاهن وخد له هديه وراح زاره في المستشفى. الراجل يقوم ويقول له تخيل انت الوحيد في الشركه كلها اللي زارني، الكل تخلى عني، انت يا اللي اضطهدتك، انت يا اللي انا وما رتكش يوم حلو، انت الوحيد انك انت جيت قدرتني وجبت لي هديه، انا اشكرك واتعهد اني انا مش ممكن ابدا ان انا ازعلك تاني ولا اضايقك تاني مره تانيه. ادي نتيجه الوصيه، وده نتيجه الانسان اللي بيعيش الانجيل المعاش. عشان كده يقول لك على الرجل الكامل او التقي كل ما يصنع ينجح، ده الانسان المؤمن. هل انت حضرتك كل اللي بتعمله في حياتك بينجح؟ لكن هنا برضو قبل ما نخلص اصحاح 15، اشعياء حب يعمل ايه بقى؟ ينصحهم بقى.
بيقول لهم ايه بقى؟ على الناجين من مؤاب اسدا وعلى بقيه الارض. الناجين من مؤاب، هو في حد هينجو يا اشعياء؟ قال اه، ما في بقيه تقيه ديت، وانا عشان احافظ عليها عاوز اطمنهم واقول لهم يا انتوا يا ناجين من الهلاك ما تخافوش. على الناجين من مؤاب اسدا وعلى بقيه الارض، في اسد هيقوم. طبعا المعنى الحرفي هو حسقية، اللي هيجي في يوم ويحارب مؤاب، لكن انتم ما تخافوش يا ناجين، وخلي بالكم انا كمان هنصحكم كمان، يا اللي انتم اتنجيتوا من الهلاك وسمعتوا لصوتي وصوت ربنا من خلالي. عشان كده تلاقوا في مطلع الاصحاح السادس عشر ابتدى يديلهم الحل بقى، ابتدى يقدم ابتدى يوعظ بقى، ابتدى يرشد الناس، ابتدى يقول لهم الحل. اسمعوا الحل. أول آية، ارسلوا خرفان حاكم الأرض. يعني إيه الكلام ده؟ ارسلوا خرفان حاكم الأرض من سالع نحو البرية إلى جبل ابنة صهيون. إيه الكلام ده؟ ده تلاصم دوت ولا إيه؟ مين اللي يرسلوا خرفانا؟ يعني الخرفان دي كانت عبارة عن جزية. زمان كده يقول لك أيام أشعياء في مؤاب، الجزية ما كانتش بالفلوس، الجزية كانت خرفان. وروح ابعت لحاكم الارض الجزيه، ده المعنى الحرفي. ارتضوا الملك بهديه عشان تنجو. طب والمعنى الروحي؟ الى جبل ابنه صهيون. هنا لما يشاور على جبل ابنه صهيون، معروفه ابن صهيون بتشاور على الكنيسه، على اورشليم المقدسه. ابنه صهيون تروح تقدم فيها خرفان. طب وانا يفيدني ايه انا روحيا في العهد الجديد الكلام ده؟ اما انت عارف الخرفان، الخروف اشاره لايه؟ ذبيحه، ذبيحه العهد القديم. كانوا بيقدموا خرفان على المذبح لان دي ذبيحه. طب وفي العهد الجديد معروف ان الخروف مين؟ رمز للمسيح الذبيحه، واللي بيروح الكنيسه وبيتمتع بصليب المسيح. مش كشاه تساق الى الذبح وكان قاعده صامت امام جذيها؟ المسيح اللي اتصلب على الصليب وقام من الاموات واسس كنيسته ابنه صهيون. هناك تقدم ذبيح، بس مش مطلوب منك خروف بقى، في خروف روح تقدمه. طبعا حضراتكم عارفين ايه اللي انا اقدمه لربنا. قدموا اجسادكم ذبيحه حيه عبادتكم العقليه. فده نصيحه العهد الجديد، ناس العهد الجديد من خلال اشعياء النبي. خلي بالك كل يوم قدم ذاتك ذبيحه على المذبح. قدم ذاتك لانك انت كانسان مسيحي اصبحت كنيسه، انت كنيسه وبيتك كنيسه والكنيسه كمان اللي بتصلي فيها. قدم ذاتك على المذبح وقدمها للمسيح وقول له يا رب ساعدني كل يوم اصلي بذاتي، عشان ده الحل ان انا اهرب من الهلاك المعد للعالم واللي جاي على مؤاد. لكن يا ترى سمع مؤاب لكلام أشعياء؟ قال لك لا، برضه رفض الدعوة. وإيه النتيجة؟ أهو المنظر، المنظر أهو. أصبحوا زي طائر تائه أو كفراخ منقرة. كلمة فراخ منقرة يعني فراخ تاهت عن العش بتاعها. بنات مؤاب شبهها عبارة عن طائر تائه مش عارف العش بتاعه، والفراخ برضه مش عارفة مكانها. أنا هقدم لكم مشورة، أنا هقدم لكم مشورة. إيه هي المشورة؟ روحوا لابنة صهيون. بس أشعياء النبي، أشعياء النبي عمل حاجة حلوة هنا بقى. التجئ بقى لابنة صهيون بقى. من عدد ثلاثة بقى ابتدأ الكنيسة، ابتدأ يقدم النصيحة للكنيسة. خلي بالك يا كنيسة إن في ناس مطرودة جيالك، في ناس تايهه جايه لك يا كنيسه، في ناس الخطيه بعدتهم عن طريق ربنا. هتقول لها ايه يا اشعياء؟ بتقول لها لو من فضلك هاتي مشوره. يعني لازم يكون عندك مشوره. اصنعي انصافا. كلمه انصافا يعني خليك ايه؟ خليك حقانيه، خليكي احكمي بالحق. اوعى تفرقي بين غني وفقير، اوعى تفرقي بين صغير وكبير. دي رسالتك
رسالتك يا إنسان يا مسيح إنك تحكم بالإنصاف في بيتك وفي شغلك وفي الكنيسة وفي وسط أولادك. اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة. الله، أصل في ناس كتير جدا وهم هربانين شمس التجارب كانت لوحاتهم. الشمس هنا رمز للحرارة، رمز لتعب البرية. لا يا كنيسة، لما يجي لك إنسان التجارب ظلمته أو تعبته وحرقته، لا ده أنت هتكوني بالنسبة للعالم دي ظل. يعني يدخلوا كده جواكي يحسوا كده بالبرودة الحلوة ويحسوا بالراحة من فضلك. كمان دورك كمان أسطوري المطرودين. أسطوري المطرودين ولا تظهر الهاربين. شوفوا قد إيه أشعياء النبي لما يدخل بينا للعمق. شوف قبل ما يروحوا الناس المطرودة التجأ للكنيسة علشان يذكرها برسالتها، لئلا تحيد الكنيسة عن رسالتها أو لئلا يحيد على الإنسان المؤمن عن واجبه المقدس تجاه الآخرين. أسطوري المطرودين لا تظهري الهاربين. أي حد يهرب إليكي اوعي تظهري للناس علشان يهلكوه. على فكرة زمان أحبائي، مش زمان، في العهد القديم كان في مدن اسمها مدن الملجأ، اسمعوا عنها أيام يشوع وأيام موسى. إيه مدن الملجأ؟ لو واحد قتل واحد بالخطأ موته يعني، فييجوا أهل الدم أهل الميت لازم يمشوا على الرجل دوت اللي قتل أخوهم أو عمهم، بس الرجل ده قتله بالخطأ ما يقصدش يقتله. ربنا من حنان وحنية قلبه عمل له حاجة اسمها مدن الملجأ يلجأ إليها المطلوب للقتل. مجرد ما يدخل المدينة محدش يقدر يجرؤ أنه يقرب ليه طالما هو موجود في مدن الملجأ، إلى أن يموت رئيس الكهنة العظيم. ومن ملجأنا هو المسيح. كمان بعد كده في حاجة اسمها اللي يتمسك بقرور المذبح. لما برضو إنسان يكون برضو قتل واحد برضو عن غير قصد، والراجل الأصحاب الميت المقتول يجروا وراه عشان يقتلوه، يقول لك يتمسك بقرون المذبح. إن كان بريء قرون المذبح تحفظه وتحرسه عن طريق الكهنة، لكن طبعا لو كان غير بريء يأمر الكاهن إن يؤخذ من عند قرون المذبح ويتاخد ويتعاقب ويقتل في الخارج. هنا بقى دورك يا كنيسة إنك أنت تسطري على الحاجات دي. عشان كده نلاقي ده رسالة المسيح. عملية السيد المسيح مع السامرية سطرها مشى ال 12 كلهم. يعني في حد لما يقول روح هاتوا لي اكل، طب ما تبعت اثنين يا عم ولا ثلاثه كلكم تروحوا تجيبوا لي اكل. ايه الحكايه؟ انتوا ما تعرفوش انا هقعد مع السامرية قعده حب علشان انا جاي اسطر عليها، جاي خليها تعترف. وفعلا العيوب هتكشف، ولكن تكشف بطريقه ايه؟ بطريقه غير ظاهريه. ده دور الكنيسه. يجي للمرأة اللي تمسكت بذات الفعل حتى ان هو ما رفعش عينه فيها عشان عارف مدى الإنسانة وهي مكسوفة في العري والناس مش سايباها، لكن يقول لك وكان ينظر إلى الأرض ويكتب عليها. وفي الآخر قال لها يا ستي أمدانك أحد؟ قالت له لا يا سيدي. قال ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام ولا تخطري. شوف هنا، ليتغرب عندك مطرود مؤاب، كوني سترا لهم. حبيبي الحاجات دي كلها رسالة الكنيسة ورسالة كل إنسان مسيحي. وانت بتسمع آية أرجوك صلي جواك، هو حد يكون سرحان؟ أرجوكم محدش يكون سرحان في الكلام الحلو ده. كل ما تسمع فضيلة نادى بها شعياء دلوقتي، انت تقول من كل قلبك يا رب اجعلني أكون ستر لأي إنسان مطرود، اجعلني يا رب أشترك حتى ولاد في البكاء على كل إنسان رايح للهلاك. اجعلني يا رب كل إنسان هارب أسطر عليه زي ما أبو مقار قاعد على المجور وخبى المرأة الزانية في قلية الراهب وقال له طباك يا مقار، لأن يا أبو مقار لأنك تشبهت بإلهك تسطر على الخطاة. ليتغرب عندك كل مطرود، اوعى تظهريه للناس عشان يهلكوا. انت أقول جواك يا رب اجعلني أكون ستر زي ما أنت سطرت عليا، أكون ستر. لأن يقولك لأن الظالم يبيد وينتهي الخراب ويفنى عن الأرض الدائسون.
يجي بعد كده يقول برضو للمسؤول وللخادم: خلي بالك خلي بالك، الكرسي بتاعك اللي انت قاعد عليه، المسؤولية اللي ربنا اداها لك، ما هو انت اب في البيت، انت ده كرسي انت قاعد عليه، مش كرسي مادي طبعا، ده كرسي، انت اب وزوج، انت كاهن في الكنيسة، انت اسقف على ابروشيه، انت بطرك او بابا للمسكونة، اخبار كرسيك ايه؟ الكرسي اللي ربنا اجلسك عليه عايزه يثبت ولا عايزه يعني يحصل له انحلال او خلل؟ عاوز يثبت، اسمعه، لازم يشترط فيه حاجتين: الرحمة والأمانة. الرحمة والأمانة أو الحق مع العدل. عاوز الكرسي بتاعك يثبت وخدمتك تنجح والمسيح يفرح بيك، خلي مسؤوليتك مبنية على الرحمة وعلى الحق، لأن إن رحمت أنت هترحم، إن رحمت أنت هترحم، إن ما كنتش هترحم مفيش رحمة لمن لا يستعملون الرحمة. الكرسي يثبت بالرحمة، ده هنا بيكلم برضو الكنيسة، بيشجع الكنيسة، علشان لو حد جالها من الحاجات، من اللي حد حصل له زي ما حصل لمعاذ، رسالتك واضحة. يثبت الكرسي بالرحمة يجلس عليه بالأمانة في خيمة داوود، خلي بالك في خيمة داوود قاض، ويطلب الحق ويبادر بالعدل. الله. طبعا هنا لما بيتكلم خيمة داوود الكنيسة بيقصد بها الكنيسة، والخيمة احنا مش كده؟ نوقد بيت خيمتنا الأرضي اللي هو جسدنا ده، فلنا في السماء بناء. في قاضي، والقاضي دوت لازم يكون عنده حق وعنده عدل. الحق، يا سلام، جه لما جه السيد المسيح جه على الصليب يقول لك الحق والعدل ايه؟ تلاثما. تلاثما، الحق والعدل. انا مش عايز اطلع من النقطه ديت، لان دي صفه القاضي او صفه الخادم في خيمه داوود. لازم يكون العلاقه مع المسيح علاقه شخصيه، لازم يكون علاقه في الخفاء مبنيه على زي قلب، زي ما المسيح، زي رساله المسيح وزي ما عمل المسيح. دايما يدور على الحق فين، والرحمه فين، والعدل فين. واما اجمل الكرسي، كرسي المسيح زي ما قلت لحضراتكم، كرسي الصليب، لما عرف يجمع الاثنين مع بعض من خلال صليبه. شكرا للرب يسوع. طب يا ترى يا مؤاب، سمعت نصيحه اشعيا؟ أو شفت يا مؤاب ديك، شفت اللي هيلتجئ ويهرب لخيمة داوود أو لابنة صهيون هيلاقي الصفات الحلوة. أخاف إنه يروح وما يلاقوش الصفات الحلوة. تعالوا نصلي من كل قلبنا، يكون كل واحد فينا زي ما اشتهى أشعياء النبي كده، يكون كل كنيسة يكون فيها كل الصفات الحلوة اللي قالها أشعياء النبي. طيب وعملت إيه مؤاب؟ في الآخر أشعياء قال لك لا، للأسف الشديد قد سمعنا بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبرياؤها وصلفها بطل افتخارها. يا يعني معنى كده اني مع كل دوت ما زالت مؤاب في كبريائها. حبيبي، الانسان المتكبر، عشان يخاف من الخطيه دي، الانسان المتكبر اكوال ان هو يرفض التوبه، يقول لك اتوب على اي اساس؟ ما انا فيش حاجه غلط، أنا لست مثل هذا العشار، مش كده؟ مش ده كبرياء الفريسي؟ أنا لست مثل هذا العشار. عشان كده السيد المسيح لما حب يتجسد لبس ثوب اسمه ثوب التواضع، وبالتواضع قدر يصل بالبشرية إلى المجد. شوف احنا أول امبارح عيدنا بعيد الصعود، صعد السيد المسيح بطبيعتنا البشرية ليجلسها معه في السماوات. طب ازاي وصل بيك يا رب اللي عملت العمله ديت كلها، العمل الجميل اللي اكملته؟ قال لك لبست التواضع من اول ما اتولد في المزود، وعياه حياته على الارض ليس له ان يسند راسه، فقيرا فقيرا كالعبد، كان الستات بيصرفوا عليه، كان لا يملك شيء، لان عارف ان التواضع احلى طريقه للنجاه. المتكبر عمره ما هيسمح كلمة ربنا، لكن بالنسبة للمتواضع أي كلمة يتأثر فيها، أي كلمة يتأثر فيها. لكن هنا كبرياء مؤاب اتكبروا
علشان كده بقول انت هتتكبري، انت مش هتسمعي الرسالة، انت حرة. النتيجة الهلاك، وفي آخر الهلاك زي ما قال كده في آية 7، النتيجة يا عم تولول مؤاب على مؤاب. يا يعني بيبقوا على نفسهم، ولك تولول مؤاب على مؤاب كلها، يولول وكل دوت. اقرا كده في الاخر كل ده، كل الحاجات اللي هتحصل لها، مؤاب بكاء وحزن وهروب وتيهان. طب ما كنت خدتها من الاول وسمحت، وسمحت التوهان في البريه. طب برضو موقفك ايه يا اشعياء؟ شويه حبيب الراجل دوت حلو قوي بجد، انا بحب الراجل ده قوي يا اشعياء ده، يعني كل شويه كده يدينا لمحه حلوه، يوضح كده الظلمه، وفي الاخر كده يدخل علينا بنور كده. ما هو ده الانسان اللي قلب الانسان المسيحي ما بيقاس النهايه، يقدم الخطيه ويقول الخطيه وحشه، لكن في نفس الوقت بيدي امل. طب وانت سكت على الصلاه؟ لا، روحوا كده في ايه 9 من اصحاح 16، لذلك ابكي بكاء. اشعياء بيقول لك ابكي بكاء. ده كده كمل كده، ارويكما بدموعي حشبون والعالة. حشبون والعالة برضو بلاد، بكى على مؤاب وعلى كل بلاد مؤاب. ده بيفكرنا بحد، بيفكرنا بحد، بيفكرنا بالعظيم اللي دخل اورشليم وسط الزفة الكبيرة يوم حد الزعف، والناس عمالة تهلل اللي داخل اورشليم واللي خارج اورشليم، طالع على جبل الزيتون والناس بزعف النخل بملابسهم، بملابسهم. يفرشوها قدامه، لكن في النهاية نلاقيه بقى ايه؟ نظر إلى أورشليم وبكى عليها، وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين. وفي الآخر لو علمت بيومك هذا، ولكن قد أخفي عن عينيك. يحيطونك الأعداء بمترسة ولا يترك فيك حجر على حجر، يا وتكوني مدوسة من الأمم. زعل وبكى. المدينة العظيمة مدينة الله، حصل إن هو بكى عليها. هنا أشعياء النبي بكى على مؤاب، بكى على مؤاب، لأن شاب بدل الفرح لقى حزن. ولكن انتزع الفرح والابتهاج من البستان، ولا يغنى في الكروم، ولا يترنم، ولا يدوس دائس خمرا في المعاصر. ابطلت الهتاف، عارفين كده ايام الايام الحصاد، وايام جزه الاغنام، وايام العنب لما يجيبوه يعصروه ويعملوه خمر. الايام دي بتبقى ايام زي ايام الزواج، بيبقى فيه فرح وابتهاج في كل البلاد، يقول لك اليوم يوم يوم عظيم، يوم بركه. لكن كل ده مش موجود في مؤاب. عشان كده حزنان اشعياء النبي، كان يتمنى ان يسمعوا ويرجعوا، لكن هنا بكى، بكى لان شاف كل حاجه اتقلبت، اتقلبت، بدل الفرح بقى حزن. حبايبي كل ده نتيجه الخطيه، الخطيه دي وراها كده، الخطيه من وراها غير الحزن والبكاء والتعب والمراره وتبكيت الضمير، كل ده بسبب الخطيه. لكن عشان كده يقول لك عار الشعوب الخطيه، مش عار الشعوب لا الفقر ولا اي شيء ولا الحرمان، عار كل انسان الخطيه بتمرمر في حياته. يجي كده قايين يقول له لدم صوت اخيك صارخ الي، يقول الان اسير تائها وكل من وجدني يقتلني. هو اللي عرفك بكده يا قايين؟ ما خلاص الضمير ابتدى هاج عليه لانه عمل خطيه، حكم على نفسه انه يسير تايه في كل الارض. هنا برضو نتيجة الخطية مفيش فرح، برضو رجع للمرة الثالثة. أشعياء النبي يقول لك إيه؟ لذلك ترن أحشائي كعود من أجل مؤاب، وبطني من أجل قير حارس. برضو قير حارس زي ما قلت لحضراتكم كلها إيه؟ كلها أسماء. ترن أحشائي يعني إيه؟ يعني أصبح داخلي بدل ما العود بتاعي يغني عود الفرح، اتحول العود اللي يغني لي نحل لحن الحزن، لاني انا شايف قدامي حزن بدل ما كنت افرح. حزين عليك يا مؤاب. شوف حبيبي نتيجه الخطيه قد ايه،
وشوفوا دور الخادم او دور الانسان المسيحي تجاه الخطاه ايه، وده في مش في عهد النعمه. فبالاولى احنا في عصر النعمه. السيد المسيح سلمنا هذه الرساله، يقول اتمنى قلبك زي قلبي. شوفوا فرح بداود، على فكره داود فيه صفه حلوه لما يقول فتشت قلب داود فوجدته حسب قلبي. ما يحبش الاسهيه داود، وما يحبش ما يحبش يعني يشوف انسان مظلوم قدامه، رغم انه اخطا في لحظه كان فيها كسل وكان فيها تراخي، لكن يوم ما رجع لنفسه اصبح داود قلبه حسب قلب ربنا، ان هو ما يحبش يأذي الناس. لكن للاسف الشديد يا احبائي، في ختام اصحاح 16 من اشعياء النبي تم كل اللي اتقال على مؤاب، وبيقول لك هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب منذ زمان، والان تكلم الرب قائلا. خلي بالكم، شوفوا الفرصه ديت بقى، في 3 سنين كسون الاجير يهان مجد مؤاب. اسمعوا، ده اشعياء بيقول لكم بعد 3 سنين، بس خلي بالكم المره دي بقى محدده بقى كلمه سون الاجير. فاكرين كده الراجل اللي راح يشتغل كاجير بيقعد يبص كده في وقت، وانت يا رب الوقت انا تعبت، لكن لما تيجي لحظه الانتهاء من الشغل، يجي يقولوا له تقدر تشتغل ساعه معانا تاني، يقول لك مش ممكن انا وقت انتهى. لكن في نفس الوقت ادوا كمان ايه 3 سنين بالظبط فرصه تانيه علشان مؤاب تاخد فرصه بعد 3 سنين، ولكن ما سمعتش. طب هنعمل ايه؟ طب انت استنيت 3 سنين ليه يا رب؟ خلي بالك اهو، هنختم بقى، وتكون البقيه قليله صغيره لا كبيره. اصل هو في بقيه احبائي لمؤاب ربنا مستنيها. يا رب تكونوا فكرتوا معايا، ترى ايه البقيه اللي مستنيها يا رب على مؤاب؟ البقيه اللي مستنيها ربنا على مؤاب هي رعوز. فاكرين رعوز المؤابيه؟ رعوز المؤابيه رجعت مع حماتها نعمة وقالت لها شعبك شعبي وإلهك إلهي حيث تبيتين أنا أبيت. رفضت رعوز تقعد مع شعبها لأن عرفت أن الشعب عابد الأوثان. التجأت لإله صهيون، التجأت لإله إسرائيل، التجأت المكان اللي فيه الحماية. فعلا جات رعوز وعاشت عيشة حلوة جدا في حماية شعب بني اسرائيل واله شعب بني اسرائيل، وكانت النتيجه حلوه قوي بالنسبه لرعوز. تتجوز بوعز، وبوعز يخلف عبيد، وعبيد يخلف يسى، ويسى يخلف داوود، وداوود المحبوب يجي من نسله مين؟ يجوا من نسله السيد المسيح ابن داوود. ربنا يبارك حياتنا، ربنا يعزينا بكل كلمه روحيه، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويجعل كل أيامنا بركة له المجد في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.